ايوا كي اللي سمعنا حنا ما قال لك المراه الكبيره اللي تعكلات في هذاك الحجر وخرجت ترجع عليها مركبه الدريه طلاطه يلا هبطوا حيت هذيك المراه حيت هما الثمانيه خرجت من عند السيده 8:30 هنا وقعت الواقعه حنا ما حسناش بالخبار كاع حتى تعطلوا علينا مشينا نسولوا قلت ربما حيت عارفين السكام فيها مشكل مشيت كيبان لي هذاك الشيء وراوني صنداله تاع بنتي صباطها عرفتها هي عامين اخرى عندها 96 عام بحال هكاك المراه كبيره ترى انا هذه ثالث مره هذه كنحضر سكننا هنايا هذه شي عامين ذاك النهار واحد السيده هو هنا في هذه الجهه حتى هو مشى بالليل ويجيب هذا الدواء وقع الواقع ماشي هذا الشيء اللي نقول لك الطريق ماشي هي هذيك الطريق ماشي هي هذيك الحمد لله سي نقول هذوك الناس هاد الناس ديال هاد السكه هادي راه العذاب العذاب ما كاينش ديال الراجلين ما عندوش منين يدوزوا بعدا شي راجل ملي كان يدوزوا ما كاينش كاين 50 سنتيم ما كاملاش دوز طوموبيل ما دوز بنادم دوز طوموبيل ما يدوز بنادم الكسيد شحال من واحد مات في هاد الطريق هادي فين هما التعويضات ديالهم ها هما ثلاثه الناس مشاو ضحيه في والو ها هما جيت الساطع ثلاثه مشاو ضحيه دابا فين ما غيشدوا باقي ما جات حتى شي واحد حنا ما بغيناش المسؤول يجي يعزينا يجي يعزي هاد الناس ما يجي يقول لهم بركه في راسكم بنت خويا ونسابو اللي مشاو ليا ثلاثة الناس سناو ثلاثة الناس مشاو هباء منثورة في الطريق لا باريير درية عندها عامين درية صغيرة عامين الدرية الأخرى ما نقدرش نقول لك شحال عندها فلاج ديالها تقريبا 33 42 نقدر نقول لك لاج ديالها والمرة شوية كبيرة شوية ماشي حتى هي باقي شاد بنادم اللي كيمشي وكيقطع وكيمشي باقي شاد الحمد لله بغينا نشوفوا الباريير كي كان في أيام الاستعمار علاش حيدوه هاد الناس علاش حيدوه تيجيو فرنسا حنا تيجيو فرنسا ويجيو هذاك عاد يصوبوا لنا حنا الطريق يصوبوا لنا باريير الطلب ديالنا هما هاد الناس هما يصلحوا السكة ويديروا الباريير ويديروا حساس ويرجعوا الباريير كي كان البارير ما بقاش قال البارير ما بقاش ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.